السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير، بارك الله فيك يا شيخ. الله يعطيك الصحة ويبارك فيك. وياك، تفضل. أقول لك يا شيخ مصطفى، بعض الإخوة يعني يسأل مثلا ما رأيك في الشيخ فلان؟ فهو يعني بيلقى في حوالين الشيخ ده في جدل يعني. فأقول لهم والله هو عالم ولكن أنا ما باخدش منه حاجة. فهل كده يا شيخ أنا بثبته مثلا أو رسالتي له؟ طبعا. بس يا شيخ بيبقى من الجماعة يعني قل الله أعلم وخلاص، يعني قل الله أعلم. إي أنا بقول يعني هو بقول هو شيخ وكل حاجة، بس أنا ما باخدش منه علم. ما هذا طعن. أنت يعني عارف بيبقى من ال بدون ذكر يعني من المداخلة وكده يعني الناس دي. لا يعني انت ممكن تجاوب باسلوب ثاني تؤدي فيه كلمه الحق التي اوجبها الله عليك باسلوب مهذب.